دلوقتي مشاهدينا بعد موجز لأهم الأخبار مع منا. شكرا ليك شاذلي. 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي اقتراح مصر هدنة ليومين بغزة مقابل تحرير 4 محتجزين إسرائيليين وأسرى فلسطينيين. وخلال مؤتمر صحفي مع نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، قال الرئيس السيسي إن مصر قامت خلال الأيام القليلة الماضية بجهد في إطلاق مبادرة تهدف إلى تحريك الموقف وإيقاف إطلاق النار لمدة 2 يوم، يتم من خلالها تبادل 4 محتجزين مع الأسرى الموجودين في السجون الإسرائيلية، ثم خلال 10 أيام يتم التفاوض على استكمال الإجراءات في قطاع غزة وصولا إلى إيقاف كامل لإطلاق النار وإدخال المساعدات. وأكد الرئيس السيسي أن الأشقاء في القطاع يتعرضون لحصار شديد الصعوبة يصل إلى حد المجاعة، وأنه من المهم إدخال المساعدات في أسرع وقت ممكن. أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة أن أكثر من 100,000 فلسطيني في مناطق جباليا وبيت حانون وبيت لهيا يتعرضون لحصار وقصف. هذا وكشف مصدر دبلوماسي جنوب إفريقي أن بلاده ستقدم اليوم مذكرة مفصلة لمحكمة العدل الدولية تتضمن حقائق وأدلة وحججا إضافية لإثبات قضيتها بأن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في فلسطين. يصوت الكنيسة الإسرائيلي اليوم على حظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وفي بيان مشترك طلب وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وكندا واستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، طلبوا الحكومة الإسرائيلية بقوة بالوفاء بالتزاماتها الدولية وعدم المساس بصلاحية الأونروا وضمان استمرار توفير المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية للسكان بالأراضي الفلسطينية. تبادل حزب الله اللبناني وإسرائيل القصف العنيف خاصة على طول الحدود، وأوضح حزب الله أنه استهدف تجمعا لجنود الاحتلال بمدينة حيفا وكذلك محيط مستوطنة بيريا. من جانبها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 2672 لبنانيا وأكثر من 12,000 مصاب منذ بدء العدوان الإسرائيلي. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة طارئة لبحث الهجوم الإسرائيلي على إيران. وقالت بعثة سويسرا لدى الأمم المتحدة أن إيران هي من طلبت عقد الاجتماع وبدعم من الجزائر والصين وروسيا. وفي رسالة إلى مجلس الأمن أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن تصرفات إسرائيل تشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين وتزيد من زعزعة استقرار المنطقة. نظم المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأمريكية دونالد ترامب مؤتمرا انتخابيا في ماديسون سكوير بنيويورك. وخلال التجمع اتهم ترامب منافسة الديمقراطية كاميلا هاريس بتدمير الولايات المتحدة. وفي ولاية بنسلفانيا الحاسمة قامت نائبة الرئيس هاريس بجولة في فيلادلفيا أكبر مدن الولاية في محاولة لحشد أصوات الناخبين. هذا وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن سيدلي بصوته في التصويت المبكر اليوم. نهاية موجز 9، عودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.